لا لا، هذا شيء لا يحتمل. لا بأس، لا بأس عليك يا ولدي، إن هي إلا ناقة أسقطت ذات بطنها. كل هذا بسبب الجد وقلة الماء، ما عادت النوق تحفظ حمل بطنها وأخذت الشياه تنفق. ويل لبني أسد، ويل لبني أسد من هذه السنة الشديدة، غيم ولا مطر ولا خير يرجى. هيا يا ولدي، هيا لتريح بدنك من عناء الحزن، هيا. ما الرأي عندكم يا قوم؟ لا رأي لنا بعد رأيك. أنت الرأس والرئيس يا نوفل. إنها محنتنا جميعا، هلك الكثير من الإبل والغنم ولم نجد القوت إلا بصعوبة. حتى التمر، حتى التمر بدأ ينفد من مزاودنا. اذبحوا شاتا من شياهي وأطعموا الصغار. فليذهب الرعيان بالإبل والغنم إلى الوادي بحثا عن الماء والكلأ. لا، كيف ترحل الإبل التي أسقطت ما في بطونها من الجوع وذاب شحمها من الجدب؟ ما الرأي عندك إذن يا ذويبة؟ وهل كنت سمعت لي رأيا حين قلت لك قبل شهرين لننزل إلى الوديان؟ نحن في أرض منيعة يا قوم، ولا نستطيع أن ننزل واديا قد يحيط بنا عدو فتأخذنا السهام والرماح. وها نحن الآن بيد القحط والجوع، وهذان عدوان لا يرحمان ولا يدفعان عن أطفالنا الموت. قلت اذبحوا شاتا من شياهي وأطعموا الصغار. هاي أنت، أمن بني أسد أم غطفان أنت؟ بل من بني أسد. خذنا إلى سيدك نوفل، هيا عجل. ولمن أترك الإبل؟ أتركها للذئب، ما شأني أنا بهذا؟ وما شأني أنا بأمرك يا هذا؟ سوء أدبك أيها الراعي. أغيثوني يا قوم، أغيثوني. هذا وراءك؟ لقد نالني صوت رجل غريب، لقد جلدت يا بني أسد كما يجلد العبيد. من هذا الذي تجرأ عليك وأنت في أرض أهلك يا هذا؟ لا أحد يجرؤ علينا إلا أعوان ملك كندة، حجر، حجر الذي سلطه علينا الحارث بن عمرو ملك الحيرة. هذه أيام شؤم وشر. إنه الحصاد يا بني أسد، زرعتم العداوة بينكم وبين إخوانكم من قبائل نزار، فتفرقت كلمتكم وتسلط عليكم من رضيتم به ملكا، فلبئس الزرع وبئس الثمر. تعالوا لنتشاور في الأمر. هكذا تستضيفون وفد ملككم يا بني أسد؟ وجوه متجهمة وطعام لا يصلح للخدم والعبيد؟
إنما يلام من يقدر فيمتنع، ومن يجد فلا يجود. ونحن بنو أسد أهل الكرم وملجأ المستغيث، جارنا منيع وضيفنا ينزل بين أهل ينسى معهم أهله. إن هي إلا الأعذار يا نوفل، نسمعها من كل من تقع عليه الأتاوة المفروضة لملك كندة. إنما أصابنا قحط، تنعت السماء وجفت غدران الماء، ومات الزرع وجف الضرع، وهلكت السوام، فكيف نلام ولا تسمع منا وتقبل العذر يا هذا؟ ليس للكاذب عذر إذا انكشف كذبه. لا يعرف الكذب إلا الكاذب، ونحن قوم صدق ووفاء. حين أقبلت نحوكم استقبلتني رائحة شواء، وحول النار تجمع الناس يأكلون. إنما هم أطفال ونساء أضر بهم الجوع، فأمر سيدنا نوفل أن تذبح شاه ليطعم منها الصغير والمرأة المرضع. ما دام عندكم من الأنعام والمال فلا مناص من الأتاوة. أمهلنا حتى ينجلي هذا الكرب ويزول الجد. أنا أضمن لك ما تريد، عد بعد شهرين وستأخذ كل ما تريد. المطر قادم والخير قادم مع المطر. من أنت أيها الخريف العجوز حتى أسمع منك وأقبل ضمانتك؟ الويل لمن ينال أبي بسوء. مهلا يا بني أسد، فهؤلاء ضيوفي. ليسوقنكم عبيدا لملك كندا يا كلاب. أرج بنفسك ومن معك يا هلا. رأيت أرنبا بين الشجر، سألحق به. هل ضللت طريقك في بادية بني أسد؟ لا تذكر بني أسد يا هذا، فوالله لوقع الرماح يخف على قلبي من ذكرهم. لقد غدر بنا بنو أسد، غدروا بوفد ملكهم. أنت جابي ملك كندة. عرفتني إذن، وأنا أظنني أعرفك. أنا عبيد بن الأبرص، شاعر بني أسد. عليك وعليهم اللعنة. اللعنة قادمة يا بني أسد. هيا. من الصيد بلا صيد. عدنا لندخر السهام ليوم تنفعنا فيه السهام لصيد آخر. عبيد، عن أي يوم تتحدث يا عبيد؟ ليته حديث لا يعقبه حادث يثكل النساء وييتم الأولاد. كيف أذنت للرجال بفعل ما فعلوه بحراس ملك كندة؟ سبق السيف العذل يا عبيد، وما كان كان. رددنا الصفعة بصفعة، فلا ندامة على حفظ الكرامة. تدارك الأمر يا نوفل، اذهب بوفد إلى ملك كندة وقدم عذرك بين يديه والتمس منه العفو. ذل وصغار، ذل وصغار. حجر لا يسمع ولا يعفو. فاستعدوا يا بني أسد
ليوم تتحدث به الركبان. لا أريد أن يبقى من يستطيع أن يحمل سيفا أو يطعن برمح. يجب أن أسير بجيش كثيف لتأديب بني أسد. رجال قيس وكنانة ينتظرون الأمر بالمسير إلى بني أسد. سنأتيهم من كل حدب وصوب حتى نحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم. سنأخذهم كما يأخذ الصقر ضعاف الطير، حتى يلقى الرجل أخاه ويقول: انجو سعد، لقد هلك سعيد. لن يشفي أثر الصفا غير ضرب السيوف. أين ولدي؟ أين امرؤ القيس؟ وأين يكون امرؤ القيس في كل ليلة؟ ويلي من استهتار ذلك الطائش، لا يحسب حساب الغد حين أرحل عن الدنيا ويصبح هو ملكا من بعدي. أين هو؟ فتشوا عنه وأتوني به في الحال. هذا هو العيش، لا لا ملك ولا حرب ولا ولا ماذا؟ هل عقلت لسانك الخمرة؟ بل عقل لساني حب عنيزة، عنيزة التي لم أنل من حبها سوى الذل والهوان. ألست القائلة: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، فماذا كنت تفعل في خدرها إذن؟ أنا كنت ماذا؟ قل دعنا نسمع. لا كان ولا حدث، إنه يتمنى لا أكثر، ولم يجد غير الشعر ينفس به عن كربته، ليس غير الشعر. وما أدراك أنت بالشعر يا هذا، وما يفعله بالنفوس؟ أنا شاعر أيضا، أم نسيت؟ أنت أيها الدعي؟ كأنك لم تسمع قولي. أريد أن أسمع ويسمع صاحبنا، هيا قل. ولكن لا أريد شعرا باردا منمقا، هيا قل وبارني وجارني. هيا أنا لها وسأجاريك. بل وأسبقك. حسنا. أحار ترى وهجا هب وهنا كنار مجوس تستعر استعارة. أرقت لها ونام أبو شريح. إذا ما قلت قد هدأ فطار. مولانا الملك يطلبك إليه الساعة. لا أستطيع الركوب الآن، سألحق بك عندما أصحو. سأحملك على حصاني. تحملني على حصانك؟ أنا لست صبيا ولا امرأة لكي تحملني على حصانك. هيا اذهب وسألحق بك عندما أصحو. امضي، هيا امضي. يحملني على حصانه. كنت أتمنى أن يصحبني امرؤ القيس في هذه الحملة كي ترهبوا قادة العرب حين يكون على رأس الجيش مع القادة. حولك من الرجال ما يرهب حتى ملك الروم، وما هذه الحملة إلا لتأديب شرذمة من أهل البادية؟ ادخر ابنك اليوم شدة وكرب يا مولانا. ليته يسمع ما نقول. يا أبناء ربيعة، يا رجال قيس وكنانة، هلموا لنؤدب بني أسد ونجعلهم عبرة وعظة لغيرهم. هيا بنا، هيا هيا.
ما بال كلاب الحي لا ينقطع نباحها الليل. هل أيقظك ما أيقظني يا ذؤيبة؟ وهل نمت كي أستيقظ يا نوفل؟ جافاني النوم من انشغال الفكر. ما بال هذه الكلاب تتناوب بالنباح منذ حين؟ لا تسمع ما لا نسمع وترى ما لا نرى، فتنبح من خوف أو لتحذرنا من شيء. هذا قول العجائز أم حكمة تجارب يا ذؤيبة؟ إنها تجارب يا نوفل. هل تسمعين ما أسمع يا ذؤيبة؟ لقد أخرسكم الذل وأسكتكم الهوان، يا من تطاولتم على ملككم ولم تحسبوا حساب يومكم هذا. أيها الملك الجليل، والملوك تنظر رعيتها بعين الوالد إلى ولده، والولد قد يجحد ويسيء فيستحق العقوبة أو العفو، وإنك قد نلت منا وأنزلت بنا عقوبة شفت منك الغليل، وليس وراء العقوبة غير العفو. لا عفو ولا رحمة، بل ضربا، ضربا بالعصا لا بالسيف، لأن السيف كريم ولا يضرب به إلا الكريم، والعبد يقرع بالعصا. يا عين فابكي على بني أسد، فهم أهل الندامة، أهل القباب الحمر والنعم المؤبل والمدامة، وذوي الجياد الجرد والأسل المثقفة المقامة. أهذا شاعركم عبيد بن الأبرص؟ أجل، قدموه. في موقف كهذا وتمدح بني أسد؟ إنما أذكر ما كان لهم وأبكي على سوء المنقلب. لا أسف على من يجني على نفسه يا هذا. إما تركت عفوا أو قتلت فلا ملام، أنت المليك عليهم وهم العبيد إلى القيامة. ذلوا لصوتك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة. لقد ذلوا بعقابك أيها الملك. هم يطمعون بعفوك يا ابن الأكارم، والعفو من شيم الكرام. عبيد العصا، أنتم من الآن عبيد العصا، سيلاحقكم هذا الاسم يا بني أسد. أطلقوا صراحة عبيد العصا لأجل شاعرهم عبيد بن الأبرص.
تقتل نفسك كمدا وحزنا يا نوفل. الحزن لا يرد ما كان ولا يزيد الجراح إلا ألما ويبعد عنها الشفاء. عبيد العصا، نحن الآن عبيد العصا يا دؤيبة. لا، بل نحن بنو أسد سادة العرب ولسنا عبيدا، حتى وإن أراد حجر أن يحملنا اسم العبيد هذا فلن نحتمل. نعم يا ذؤيبة، لن نحتمل اسما نوصم به وصمة ذل. يجب أن ننتقم وننفض عنا وصمة العار. لا تدع الغضب يحيد بك إلى ضرب فيه ما لك. أما كفاك ما كان يا نوفل؟ ما كان كان وبقي أثره، ولكني سأدعو بني أسد ليجمعوا كلمتهم ويشدوا أزرهم. حذاري من التسرع يا نوفل، فإن حجرا لا يعفو مرتين. وأنا لا أركع للذل مرتين. لسنا وحدنا من يحمل حقدا على ملك كندة، فكثير من القبائل ترفض أن تدفع الأتاوة التي فرضت عليهم. نعم نعم، أنت على حق، صدقت. لنجمع حولنا كل من يريد الانتقام من حجر، ونخرج بجيش نداهم حجرا وقومه فلا يستطيعون الدفاع عنه وعن أنفسهم. سأقاتل 10 رجال، وأنا سأدعو أخوالي لينضموا إلينا. وهناك بنو جرهم سينضمون إلينا أيضا. سنصبح قوة مشحونة بالحقد والكره والتصميم، ولكن يجب أن نعمل بتكتم وسرعة لكي لا يصل خبرنا إلى حجر فيستعد لنا ويجمع حوله الجموع. سنفعل هذا. سمعتم؟ تكتم. هل أنت في ضيق وضجر يا أبتي؟ كيف قدرت أن في ضيق وضجر؟ إنك لا تستعرض هذه الدروع والتروس إلا لتروح عن نفسك. صدقت يا ولدي، الإنسان يطمئن إلى ما يذكره بأسباب العزة والمنع. تلك التروس والدروع التي ورثتها عن أبي وجدي وجد جدي، التي توقى بها أجدادنا سيوف الأعادي في حروب انتصر فيها قومنا فارتفعت بها مكانتهم. وإني سأترك لك الدروع من بعدي لتكون لك سببا من أسباب الإطمئنان حين تنظرها. إني أرجو لك البقاء والدوام يا أبي. لا دوام ولا بقاء لإنسان، كلنا سيرحل حين يأتي الأجل، لا أحد معصوم من الموت. أبي، ذكر الموت شؤم يا أبي. لا مفر منه يا ولدي، يجب أن تجعل الموت في خاطرك كي لا تنسى الأجل ولا تنسى وصيتي لك. احفظ هذه الدروع كما تحفظ نفسك وعرضك، وإلا لن تكون ملكا. هذا سيف بني أسد، لن أغمده حتى أغمده في قلب حجر بن الحارث. وهذا سيف قومي، وهم من ورائي يريدون الانتقام من حجر أيضا. موت بعز وكرامة خير من عيش بذل ومهانة. ولا أمر ولا نهي لحجر بعد اليوم علينا. الموت لحجر، الموت لحجر، الموت لحجر، الموت لحجر، الموت لحجر، الموت لحجر. سنتبع قطيع الضباء إلى وادي الثوبان. بيننا وبين الغدير مسيرة يومين، ولكن معنا من الزاد والخمرة ما يكفي لأيام وأيام. إذن لا تنظروا وراءكم، فاللهو والبرح أمامكم.
أخذنا على حين غفلة يا مولاي. من؟ عبيد العصر ومن تبعهم تهمونا بعدد لا قبل لنا به. أنتم عبيد العصا يا بني أسد، والعبد لا يجرؤ أن يرفع سيفه بوجه سيده. سيدنا من ظلم وصيم. لا أحد يستطيع أن يصف المطر وصفا لم يسبقه إليه أحد. فاسمع مني إذن يا هذا، اسمع. وتر الشجراء في ريقه كرؤوس قطعت فيها الخمر. هذا وصف يبعث على التشاؤم، فأنت تصف رؤوس الأشجار التي غرقت بماء المطر كرؤوس مقطوعة عليها خمر أو عمائم. إنها خيول قادمة. قتل بنو أسد ملكنا، وهذه دروعه، وعليك أن تثأر له. لا، لا، اليوم خمر وغدا الأمر. أتاني حديث فكذبته لأمر تزعزع منه القلل، بقتل بني أسد ربهم. ألا كل شيء سواه جلل؟ فأين ربيعة عن ملكها؟ وأين تبيب؟ وأين القول؟ ألا أترك رجلا من بني أسد أو من ناصرهم إلا وقطعت له رأسه. من سينصرك يا امرأ القيس وقد ذهب قومك؟ ملك الروم، نعم ملك الروم، لنا معه عهد وسينصرنا على أعدائنا. سأذهب إليه. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما
نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أسوأ. أريد رأيا واضحا لا لغط فيه يصم السمع والفهم. هذا امرؤ القيس قد حزب أمره للرحيل إلى ملك الروم ليستنصره علينا. لن ندعه يصل لملك الروم، فإذا انطلقنا الآن سنصل إليه بعد يومين. سنكون أسرع منه، سندركه ما دام يحمل دروع حجر. هيا بنا. فبالأبلق الفرد بيتي به، وما بيت المغير سوى الأبلق، ببلقعة أثبتت حفره ذراعين في أربع أعمق. فلا أدفع الضيف عن رزقه لدي إذا قيل لم يرزق. وفي البيت ضخماء مملوءة وجفن على همع مدهق. فبيتي الذي بنى عادياء وأحيا من الخلق الأروق. فبيتي الذي بنى عادياء وأحيا من الخلق الأروق. أراك تكثر من حديثك لنفسك إذا ما خلوت. إنه حديث نفسي لنفسي، ولا أريد أن أثقل به سمع أحد. حديثك أخف على السمع والنفس من نسمة الهواء يا أبي، وإني أتمنى أن أبقى بقربك ليل نهار لأستمع لحديثك. لن يطول قربي منك يا ولدي، فأنا راحل. أحقا يا أبي؟ أتريد الرحيل حقا؟ نعم، وإني مرغم على هذا الرحيل، ويجب أن أسلك طريق من سبقني ورحل. ماذا تعني يا أبي؟ لا أكاد أفهم. بل لا تريد أن تسمع الحق يا شريح، فالحق يقول كل ابن أنثى راح. لا يا أبي لا، لا أريد أن أسمع منك هذا، أريدك سالما أبد الدهر. اسلم سلمت، ولا سليم على البلا. فني الرجال ذو القوى ففنيت، كيف السلامة إن أردت سلامة؟ والموت يطلبني ولست أفوت، وأقيل حيث أرى فلا أخفى له، ويرى فلا يعيا بحيث أبيت. ميتا خلقت ولم أكن من قبلها شيئا يموت، فمت حين حييت وأموت أخرى بعدها. ولا أعلم إن كان ينفع أنني سأموت. أبي لا أحب ذكر الموت يا أبي. لا بأس عليك يا ولدي، كلنا لا نحب ذكر الموت، هو قدر محتوم وأجل معلوم. اذهب يا ولدي وتفقد النار أمام سور الأبلق كي يهتدي إليها طارق الليل. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف إعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي.
فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. هل تريدان بلوغ الأبلق؟ الأبلق؟ وما الأبلق؟ حصن السموأل ابن عاديات. أين هو؟ ومن أين أمضي إليه؟ أنا أدلك عليه. هذا هو باب الحصن. أين هو صاحب الحصن؟ نرجو جواره. بلغتما جوارا آمنا، ادخلا واستريحا. هذا امرؤ قيس بن ملك كندة. مرحبا، أهلا وسهلا بالملك ابن الملك. تفضلا تفضلا وادخلا. من هؤلاء الذين يرحب بهم شريح كل هذا التعب؟ هذا امرؤ القيس يا أبي، ابن ملك كندة. امرؤ القيس، يا أهلا ومرحبا، يا أهلا ومرحبا. تفضل 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 تفضل. لا يمر يوم إلا ويدخل الحصن وفد أو ركب، وأبوك يفتح أبوابه لكل طارق وابن سبيل. هذا ديدن أبي، هو يحب استقبال الضيف وإغاثة الملهوف كما أحب أنا الصيد والطرد. أريدك أن تسمحي لي بالخروج للصيد. ليس قبل أن يأذن أبوك. ما كنت أحسب أن يغدر بنا بنو أسد ويقتل ملكهم. قد مات أبي غدرا يا سيدي. كل حي له أجل، وكل ابن آدم يوما يموت. نطفة ما منيت يوم منيت، أمرت أمرها وفيها بريت. كنها الله في مكان خفي، وخفي مكانها أو خفيت. ميت دهر قد كنت ثم حييت، وحياتي رهن بأنس أموت. أنا ميت إذ ذاك ثمت حي، ثم بعد الحياة للبعث ميت. إن حلمي إذا تغيب عني، فاعلمي أنني كبيرا رزيت. في قولك عزاء وسلوى، وإني أرى فيك عطفا وميلا إلينا. سيد السموأل أكرم الناس وأرقهم قلبا، ونحن بحاجة إلى كرم نفس وطيب قلب بعدما قاسيناه من مشقة وجهد وخوف. بلغتم ما أمنكم، ولا خوف عليكم بعد يومكم هذا. امكثوا في الحصن ما شئتم. نحن نريد السفر إلى ملك الروم، ولا نعرف من أين الطريق. أتريد الرحيل بالركب كله يا امرأ القيس؟ سأدع دروع أبي أمانة لديكم، فإني أخاف عليها. لا خوف عليك، سأرعى أمانتك كما أرعى أهل بيتي، ولن أدع أحدا يصلها ما دمت حيا. كيف تلجئ امرأ القيس ووراءه من يريدون قتله؟
سيرحل إلى قيصر الروم يا امرأة، ويترك لنا أمانة ثقيلة لا يأتينا منها غير ما لا نحب. ليتك تفعل بما أشير عليك. إن الكريم إذا أراد وصالنا لم يلف حبلي واهيا رث القوى، أرعى أمانته وأحفظ غيبه جهدي، فيأتي بعد ذلك ما أتى. غدا ندرك امرأ القيس وهو في حسب المطلق، ولا أظن السمو ألا يستطيع حمايته إذا أحطنا بالحصن. وهل بعثت أحدا يتجسس لنا عن حصن السموئل؟ خرج من ينظر ويسأل الرؤيان عن امرئ القيس وحرس الحصن. خيري، من الفتى؟ إنه حوت بن السموئل بن عادية. يا له من صيد ثمين، خذوه خذوه وقيدوه. من أنتم ولما تحيطون بالحصن بخيل وسلاح؟ نحن وجوه بني أسد، جئنا في طلب امرئ القيس. فاتكم الطلب، لقد رحل امرئ القيس وصاحبه نحو قيصر الروم. نريد ما تركه عندكم يا سموئل، دروع حجر وتروسه. هيهات هيهات، ليس مثلي من يخون امانته وينقض عهده يا هذا، واني في منعه من خيلكم وسلاحكم ولا سبيل الى ما تريدون. الي بالغلام، هيا. حوض حوض ولدي ولدي ولدي، حو اشتري حياة ولدك بأمانة امرئ القيس ابن عادية، وأني أمهلك حتى تغرب الشمس، وتذكر بأنك في عدد قليل لا قوة لديك لمنعنا. ولدي حو، اشتري ولدي بأدرع الكندي يا سموئل. هل ستتركهم يقتلون ولدي يا رجل؟ لا أدنس عرضي للخيانة يا امرأة. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. ويلي، الشمس تجنح نحو المغيب. ولدي، أريد ولدي، لا سبيل لإقناعك يا رجل. إذا سيد منا قضى قام سيد قول، لما قال الكرام فعول.